الفائز الحقيقي في الحياة ماشي الأكثر سرعة في القيادة ولكن الأكثر حذر. تبدا البرنامج فيديليتي باي أكسا غادي تستافدوا من رصيد ولاء اللي كيتزاد عام بعد عام وكيقدر يوصل حتى ل 5000 درهم يمكن لكم تستعملوه في حالات حديثة. أكسا رؤية جديدة لتأمين سيارتكم. الشقرية أينما كنتم أهلا بكم في ميكرو سبور. من بعد هزيمة المنتخب المحلي أمام منتخب الكوت ديفوار بهدف لصفر في منافسات كأس إفريقيا للمحليين، يوم نزلنا الشارع المغربي بسولو بعض المواطنين كيف جاهم مستوى ديال المنتخب المحلي. مشو نشوفوا الأجوبة ديال الناس. المنتخب ما كاينش على الوجود كاع بصفه نهائيه. علاش؟ العام اللي جا لقنا كنتباكو. علاش؟ الأقوال بكثرة والمسؤولين ما كاينينش. علاش؟ الله اعلم. هادشي ماشي معقول، حرام عليهم من جهه الله يبقاو يضحكوا علينا بحال هكاك. وفي الاول فاخر قال لك انا غادي نجيب الكاس، فين هذا الكاس؟ ولعب حتى اللعب الاول بعدا ما لعبش. المقابله بالنسبه للبدايه ديال الشوط الاول كان بالنسبه للاعبين اللي كان واحد شويه ديال التحسنات في اللعب، ولكن المدرب بنى على واحد القضيه اللي اكتشفها اي مغربي كيشوف بعض اللاعبين اللي كيلعبوا ديفونسيف اكثر ما كيلعبوا اوفونسيف. كان عندنا الدفاع كيلعبوا دفاعي اكثر من هجومي. الماتش ديال البارح ما عجبنيش اختي، وماتش شويه عيان شويه، وبالنسبه للماتش الاول ما دار لا تغييرات لا والو. كون دار شي تغييرات كان غيكون كان شويه الماتش مزيان، وكنا غنكونوا بعدا ولا ربحنا بثلاثه النقاط غنكونوا مزيان. ولكن هذا الماتش اللي داز البارح شويه ماتش اختي ناقص، بل اللعب ما عندناش لعابه اللي في المستوى الصراحه، كله كيخاف على رجله ولا فهمتي ما كيلعبش بالقلب ديال البلاد ديالو. المدرب ماشي في المستوى وما مركزش اللعابه، كل واحد البوست ديالو ومدى اللي بغاه هو وصافي. ما داش ليكيب اللي كان دا في الاول وتاهلوا فيها، ماشي هي هادي، ماشي هي هادي. خلى على اللاعب ديال هذاك ديال باطمه ماتش اللي داز ديال الدوره الاولى، خلاه مريح عاود دخلو ليكيب اللي هادي. يعني ماشي داري ناقصين شويه. ما فرقه مول ما كاين المنتخب الاول، تتمنى من استفاء خير حي العاطفه. التغييرات اللي دار ما تغيرات ما والو، ماشي في المستوى. نتمنى وعطينا منتخب مزيان. المستوى ما والو ضروري البارح، وكتشوف ما خطه ما والو دخل بها استفاء خير، وكنتمناو من يطور المستوى ديالهم من القدام. ما داش اللعابه كاينين اللعابه ديال الرجاء اكثر من ديال الوداد، بان اللعابه ديال الوداد اهلوا الشان والاخرين ديال الزهرات شي خمسه داء والحاجه علاش داء ما كيلعبش كاع. عاوش اللي عندك كروسي ومعاش اصابه عاوش ندا غاما خاب. كان يمشي المنتخب اللي تاهل هو اللي كان يمشي، ودير بعد التغييرات الجذريه ما كاين حتى مشكل. باش دي مثلا اللعابه ديال 30 عام والفوق راه ماشي اللياقه البدنيه بعد من عادنا، ديو عام الهوات وديو من الدوزيام ديفيزيون غادي يعطيو فرقه تمثل المغرب، ولا يديو عا فرقه يزيدوا عليها خمسه اللعابه ولا سته تمثل المغرب. انا لا ما مترينيش ما هذا ما دمعت هذا ما عمر الفرقه تكون هي هذيك. ديال المشاهدين كيف ما لاحظتوا معنا الناس ما راضيينش على مستوى ديال المنتخب المحلي، والناس وجهوا رساله للمدرب محمد فاخر قالوا على انه خاصو حيه الزبونيه، وكان عليه انه يختار التشكيله اللي تاهلته للمنافسات كاس افريقيا للمحليين، وما كانش لانه يخسر هذه التشكيله هذه. مشاهدينا حلقتنا ديال هذا اليوم انتهت، كنضرب لكم موعد في حلقه جديده بحول الله. الى اللقاء.